بغينا تهضري لنا على سبب الخروج ديالكم للشارع اليوم. سبب الخروج اختي للشارع هو ان الشعب المغربي وحلات به هنا، وصلت به لهنا، الشعب المغربي تقهر، وهذا الشيء اللي كنشوفوا انا في كازا لا يبشر بالخير. كنشوفوا لا كان شي ماتش ديال الرجاء ولا ديال الوداد ولا ملي كيكون الديربي كنشوفوا الطرامويات عامرين، كنشوفوا الطوبيسات عامرين، كنشوفوا الدراري فين هما الدراري، فين هما الشباب اللي غادي يجيو يوقفوا ويعبروا على الاراء ديالهم. وكنطالبوا بالرحيل ديال اخنوش وربيعته. اخنوش وربيعته راه ما خدامينش لينا، راه مني جايين اصلا كاينه ازمه عالميه وهما كملوا علينا ما بقى. راه رفقوا بالشعب المغربي، رفقا بالشعب المغربي، راه الشعب المغربي مسكين راه كيعاني في صمت، راه شحال راه كثروا الانتحارات بزاف اختي. علاش بنادم كيقول لك انا اللهم نشرق الباب درهم ونقش بها راسي ونتهنى، مش ما لاحظتيش ان الانتحارات كثروا في هذه الاونه الاخيره؟ واش عباد الله الملحد زادت؟ واش كلينيكس زاد؟ واش المال اللي كنريقوا به حتى هو تزاد؟ ما كايناش شي حاجه اللي ما خلاوهاش بلا زياده. شنو هو الحل في نظرك؟ الحل اننا اختي ما بقيناش باغيين ذاك المسرحيه وذوك الافلام التركيه، حيت الشعب المغربي عاق وفاق، حنا خليونا من سيدنا، حنا ما بقيناش باغيين لا رئيس حكومه لا ما بغيناش ديك الحكومه كامله. حيت اصلا لا اخنوش لا بن كيران لا العثماني كاع ذوك الحكومات كيمثلوا علينا، بقيناش باغيين حنا التمثيل، حنا عاقنا وفقنا. قرينا حنا التمثيل، عقنا بهم، كلشي كيمثل، لا بن كيران، لا اخنوش، لا اللي غادي يجي من وراء اخنوش، ما بغينا حنا حتى شي واحد، يديروا معنا حل، راه الشعب المغربي راه فاضت به. أنا بصفتي أنا بنت كازا كنتكلم على الناس ديال كازا، أنا ما عرفتش واش طنجة ولا العريش ولا الآخرين واش خارجين، المهم أنا كنشوف إذا كان شي ماتش راه كتشوفوا بلا ما نقول لكم أنتم راه ولاد البلاد، راه كتشوفوا الوداد وكتشوفوا الرجاء أشنو كدير، فينا هو هاد الجماهير ديال الرجاء والوداد؟ فينا هما هاد الشعب؟ فينا هما هاد الشعب هاد الساكنة ديال كازا؟ فينا هما الناس ديال سيدي عثمان ديال السباته ديال الحي مولاي رشيد ديال الحي المحمدي؟ فينا هما الناس عباد الله؟ ما كاينش حضور باهت، حضور باهت باهت بزاف. ما يمكنش 20 واحد ولا حنا كاع 10 الناس والصحافه الالكترونيه كنشوفوها اكثر من الحضور، راه ما يمكنش 20 واحد عدوي على 30 مليون مغربي لا يعقل. ما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.